السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة الصحراء المغربية رغم أنف الشنك ريحة. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب، وتكونوا إن شاء الله على خير وبخير. دائما شعارنا هو الصحراء المغربية والقدس فلسطينية. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على البوليساريو، غنعرفوا شكون هما البوليساريو وكيفاش تأسست وشكون اللي أسسها وشنو الهدف من تأسيسها. غنجاوبوا على هاد الاسئله كاملين ديال بومان الحلقه من الاول حتى الاخر، ونبداو على بركه الله. اذا تاسست البوليساريو في 10 ماي 1973 من طرف مجموعه من الشباب الصحراويين المغاربه اللي كانوا اغلبيتهم كيدرسوا في الجامعات المغربيه في الرباط، منهم مصطفى الولي السيد والبشير الدخيل وابراهيم غالي ومحمد بن عبد العزيز والمحجوب السالك. تجمعوا كاملين في موريتانيا وتفاهموا باش يأسسوا البوليساريو اللي كتعني الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وكان المؤتمر التأسيسي الأول ديالهم تحت شعار بالبندقية ننال الحرية. كاملين تجمعوا باش يأسسوا هذه الحركة اللي هي حركة تحررية ضد المستعمر الإسباني اللي كان في هذا الوقت كيقتل وكيرتكب جرائم بحق المغاربة الصحراويين في الصحراء المغربية، حيت كما كنعرفوا أنها كانت تحت الاحتلال الإسباني. واخا المغرب خدا الاستقلال ديالو، يعني خدا الاستقلال ناقص الجهات الشمالية فقط، أما الصحراء المغربية بقات تحت الاحتلال الإسباني. المهم ان هاد اغلبيه الشباب كانوا كيدرسوا في الرباط وحاولوا يطلبوا الدعم من الدوله، يعني من المملكه المغربيه، طلبوا هاد الدعم انها تعاونهم يعني بالسلاح باش يواجهوا المستعمر. لكن المغرب في ديك الوقت كان كيفكر انه يدافع عن احقيته في الصحراء المغربيه بالدبلوماسيه فقط، يعني كان كيدافع على حقه سياسيا وما بغاش يدخل في حرب عسكريه مع اسبانيا. ولكن هما ما تقبلوش الوضع واعتبروا ان هذا خذلان من المملكه المغربيه، وانهم يعني تخلوا عليهم وخلوهم وحدهم فريسه للاحتلال الاسباني. اول من قدم لهم الدعم هو معمر القذافي، اللي كيف ما كنعرفوا ان معمر القذافي كان كيكره المغرب كره كبير. قدم لهم الاسلحه الكلاشينكوف والاسلحه يعني متطوره، وكانوا كيتدربوا فوق التراب الجزائري وبالضبط في تيندوف المحتلة، لحيت كما كنعرفوا أن تيندوف هي أرض مغربية خالصة. كانوا كيتدربوا فوقها، كانت كتعطيهم يعني كتعطيهم الأرض فاش يتدربوا، ودخلت معاهم كمساند تاني ليهم. الجزائر أصبحت بعد القذافي أي بعد ليبيا أصبحت هي المساند تاني ليهم، ولا حتى هي كتعطيهم الأسلحة وحتى هي كتدربهم وحتى هي كتبين لهم أنها معاهم في أي وقت، وكتقول لهم أن المغرب يعني اللي خدلكم أنا ما نخدلكمش. ولو كيعقدوا المؤتمرات ديالهم عند الجزائر، يعني أي حاجة كيبغيو تفهموا ليها بيناتهم أو باغين يديروا شي خطة كيمشيو يتدربوا عليها فوق التراب الجزائري كيف ما قلنا في تيندوف المغربية المحتلة. ولحد الساعة في البوليزاريو لازالت، يعني لحد الساعة اللي كنهضر لك عليها، لازالت البوليزاريو حركة تحررية ضد المستعمر الإسباني. والعملية قاموا بها ضد الاحتلال الإسباني كان هي مع الهجوم على الحامية الإسبانية في موقع الخنقكة، واحد الموقع سميتو الخنقة، يعني كتشوفوا هذوك الإسبان كاملين الجنود كتشوفوهم. وكانت عملية ناجحة، أول عملية قاموا بها كانت عملية ناجحة ضد المستعمر الإسباني. بعد هاد العملية ولت الجزائر دائما معاهم على الخط، ولت كتدعمهم بزاف، ولت كتوفر لهم أسلحة، ولت كتوفر لهم أي حاجة. لكن بعد ما كانت أنها كتدعمهم غير يعني لوجه الله، ولت كتحرف اتجاه الجبهة من جبهة تحررية ضد المستعمر الإسباني إلى جبهة انفصالية تريد تأسيس جمهورية لها على أراضي الصحراء المغربية، يعني بانفصال عن المغرب.
كان الزعيم ديال جبهة البوليساريو هو المصطفى الوالي السيد. هاد الوالي السيد كان الولاء ديالو للجزائر بشكل كبير، يعني ما قدرش يرفض لهم شي طلب نهائيا. من قالوا ليه غير اتجاه الجبهة من جبهة تحررية الى جبهة انفصالية، ما عاودش معاهم الهضرة، قال لهم واخا. في حين ان اي واحد كان كيعارض هذا الرأي وهذا التغيير، يعني من جبهة تحررية الى جبهة انفصالية، كانوا كيقدموه للجزائر وكانت كتسجنوا في سجون تحت الارض، يعني كانت يغبر ما تبقاش يبان، يسلموه للجزائر وتخبيه في سجون تحت الارض، تعذيب والحرمان من الاكل. 1974 خرج الهواري بومدين وقال اننا احنا كدولة جزائرية لا علاقة لنا بالصحراء، وهي شأن يهم فقط موريتانيا والمغرب. وللتذكير فهاد بومدين كان كيكره المغرب كره كبير، بحاله بحال كاع كبرانات الجزائر اللي معروفين بكرههم الكبير للمغرب. وهاد الشيء اللي راجع ليه عقدة تكونت عندهم من حرب الرمال، يعني ما يمكنش شي كبران في الجزائر ما يكونش يكره المغرب، بالعكس كلهم كيكرهونا. 14 نوفمبر 1975 تم اتفاقية مدريد بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا على تقسيم الصحراء المغربية إلى قسمين، قسم غياخدو المغرب وهي الساقية الحمراء، وقسم غتاخدو موريتانيا وهي وادي الذهب، إقليم وادي الذهب. على وهاد الاتفاقيات مدريد كانت جاءت نتيجة ديال نجاح المسيرة الخضراء اللي قام بها الشعب المغربي العظيم، لكن ما كان عارفوا 350 ألف مغربي تطوع في صفوف المسيرة الخضراء، واللي كانت مسيرة ناجحة، وبالفضل ديالها وبالتشمار ديالها كانت هاد اتفاقيات مدريد. في سنة 1976 كان خروج جميع الجنود الإسبان من أراضي الصحراء المغربية ودخول القوات المسلحة الملكية لحماية حدودها، وكيف ما كان هاتروا فأن الحدود كانت على حدود الساقية الحمراء حيث وادي الذهب كان خداته موريتانيا. لكن بمجرد رجوع الساقية الحمراء إلى حاضنة الوطن، حتى كيتفاجأ العالم بأسره عن إعلان البوليزاريو من خلال القنوات الجزائرية والقنوات الليبية عن قيام ما أسمته بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وأعلنت للعالم أنها غيرت الاتجاه ديالها من جبهة تحررية ضد المستعمر الإسباني إلى جبهة انفصالية تريد تأسيس جمهورية لها على أراضي الصحراء المغربية. كان الدعم الليبي والجزائري في هذا الوقت بشكل كبير، توفروا لها جميع أنواع الأسلحة الكاينين، وكان عائدة النفط الليبي والجزائري يعني كيمشيو هكا كيتلاحوا على ود البوليزاريو اللي بغاتو يشريو ليهم منه، يعني كانوا كيوفروا لهم جميع الأسلحة. واعتبرت البوليزاريو في هذا الوقت أن موريتانيا عندما رضيت بتقسيم الصحراء المغربية مع المغرب فهي شكلت لها طعنة في الدار ديالها، حيت يعني خرجوا البوليزاريو خالية الوفاض ما رابحة والو، وهي بغات ضروري قطعة ديال الأرض اللي تبني عليها الدولة الوهمية ديالها. إذن معمر القذافي والهواري بومدين كانوا كيخسروا أموال طائلة في سبيل أنهم يشوفوا المغرب مقسم ومبتور من صحرائه، وباش يزرعوا لنا ورم سرطاني يخنق المغرب من عمقه الإفريقي. وبما ان البوليزاريو ولات في هذا الوقت تتمتلك جميع الاسلحه، وبما ان اي حاجه بغاتها واي يعني اي سلاح كيف ما كان غادي تشريه من عائدات النفط والغاز الجزائري والليبي، فهي ولات كتشن هجومات على المغرب وعلى موريتانيا في نفس الوقت، بما انها تمتلك السلاح، بما انها تمتلك المرتزقه اللي جابوهم ليهم من جميع انحاء العالم، يعني اي دوله يجيبوهم من كوبا يجيبوهم من افريقيا، اي واحد بغى يتطوع انه ينخرط في صفوف البوليزاريو كانوا كيجيبوهم ليهم، يعني ماشي كلهم مغاربه، كانت جزء بسيط من الصحراويين المغاربه
اما الاخرين كلهم كانوا كيجيو يا اما من فيتنام يا اما من كوبا يا اما من افريقيا جنوب الصحراء. كيف ما قلنا ان بوليزاريو كانت كتخوض هجمات ضد المغرب وهجمات ضد موريتانيا في نفس الوقت. المغرب كان كيقد انه يواجه هاد الهجمات ديال بوليزاريو بهجمات اكثر منها، في حين ان موريتانيا كانت دولة ضعيفة عسكريا، وكانوا هاد الهجمات تأثروا عليها كيأثروا على الاستقرار الداخلي ديالها. واحد النهار من سنة 1976 وان الهجوم البوليزاريو على العمق الموريتاني يعني على العاصمة نواكشوط، وفي محاولة لتصدي الجيش الموريتاني لهذا الهجوم مات فيه الزعيم ديال بوليزاريو اللي هو المصطفى الوالي السيد في سنة 1976. مجرد الموت ديالو او القتل ديالو عوضته الجزائر بمحمد ولد عبد العزيز اللي كان اكثر ولاء ليهم واللي كان ما كيخسرش ليهم الخاطر. يعني مني كنجيو نشوفوا ان هاد البوليزاريو اللي هي صناعه جزائريه، ان الجزائر هي اللي كتحكم فيها، يوم الا جا شي واحد من هذاك الزعيم ديال هذيك الجبهه ورفض طلب الجزائر تيطيروه ويجيبوا واحد اخر. يعني خاصهم يشوفوا اللي غادي يخدم ليهم المصالح ديالهم اولا، وعاد المصالح ديال البوليزاريو اللي ما يمكنش نهار غادي يوصلوا ليها دي بطبيعه الحال. هاد الهجمات اللي تكرروا على موريتانيا كل مره كل نهار وكل مره كتقام هاد الهجمات ديال بوليزاريو كانوا كياثروا على الاستقرار الداخلي ديال موريتانيا كيف ما قلنا، وكي يعني كيشكلوا لها ازمه حقيقيه. هاد الازمه الخانقه هي اللي ساهمت في انقلاب 1978 اللي قام به مصطفى بن محمد سالم ضد المختار والداده. بن محمد سالم في شي طريقه اللي غتخلص بلاده من هاد الحرب، وهو متفق عليه وما شكل عليه 1979 داروا اتفاقيه نواكشوط اللي كانت بين البوليزاريو وبين موريتانيا. كان مضمون هاد الاتفاق ان موريتانيا تتنازل على اقليم وادي الذهب لصالح البوليزاريو. شوفوا الاتفاق كيفاش داير، ان موريتانيا تتنازل على اقليم وادي الذهب لصالح البوليزاريو، وكتخرج موريتانيا من الحرب ومن صراع الصحراء لانها ما قادرهش عليه. في نفس السنه اي سنه 1979 تحرك المغرب بجيوشه بخطوه الى الامام، وتوغلت القوات المسلحه الملكيه في معركه المحبس وطنطان لتدخل في معارك دارية ومعارك صعيبه مع جبهه البوليزاريو. ومني كنقولوا معارك فالداخل لها مفقود والخارج مولود، كيف لا، والبوليزاريو جابت لهم الجزائر وليبيا اعتى الاسلحه، جميع الاسلحه اللي ممكن المتطوره اللي ممكن اللي كانت في ذاك الوقت جابتهم ليهم، وجابت لهم الجنرال جياب من فيتنام كيدربهم على حروب الشوارع، جابت لهم فيدير كاستو من كوبا كيدربهم على حروب العصابات، جابت لهم اي حاجه تخطر على بالك جابتها اليوم، اي سلاح ظهر تيكون عند البوليزاريو هما الاولين. هادشي كامل خسراته الجزائر وليبيا باش يشوفوا المغرب مدمر، باش يشوفوا المغرب مبتور من صحرائه، باش يشوفوا المغرب يعني مقسم. شوفوا الحقد فين وصل، انك تخسر اموالك اللي تقدر انها دير التنميه في بلادك باش تشوف بلاد اخرى مدمره. ولكن ما تخافش على المغاربه، كيف ما كنقولوا ان المغاربه دائما يثبتون انهم رجال. دخلوا المعركه، دخلات القوات المسلحه الملكيه ودخلوا الجنود المغاربه البواسل الى المعركه. ومن كنقولوا المعركه راه هي حرب طويله، يعني راه ماشي معركه راه حرب. دخلوا الحرب وهم في عقلهم شيء واحد لا ثاني له، يا اما الدفاع عن الوطن يا اما الموت في سبيل الله والاستشهاد في سبيل الله. علاش هو ميت على ارضه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. وفي سنه 1979 يعني في نفس السنه اللي تم فيها اتفاق نواكشوط بين بوليزاريو وبين موريتانيا بان موريتانيا كتنسحب من اقليم وادي الذهب وتعطي البوليزاريو، في نفس السنة أعلنت القوات المسلحة الملكية أن استرجاع إقليم وادي الذهب إلى حاضنة الوطن ليتم تحرير المغرب بالكامل. يعني من أول مرة غادي تسمع الصحراء المغربية كلها غادي تتحرر وكلها غادي ترجع إلى حاضنة الوطن بما فيه إقليم وادي الذهب وإقليم الساقية الحمراء.
يعني القسم اللي عطاشو هاد اللي عطاشو إسبانيا إلى موريتانيا تم رجوعه إلى حاضنة الوطن. وكانت أول مرة غادي تعلن الجملة الشهيرة أن المغرب من طنجة إلى الكويت، ليدخل المغرب من مور هاد الحادث، من مور هاد الأحداث، ليدخل المغرب في معركة أو في حرب طويلة ضد عصابة البوليزاريو اللي ما بقاش كتحارب معاك بالمحاربين ديولها اللي هما انفصاليين، لا ولات كتجمع جميع المرتزقة من كل حدب وصوب وكتحاربك. يعني من جميع أنحاء العالم غادي يجي مرتزق يتحارب معاك على أرض هي ليست أرضه ولا يملك فيها شيء، ولكن غيتحارب معاك. حروب الشوارع، حروب غير نظامية، حرب بين جيش نظامي يملك جميع الأسلحة، يعني اللي هو الجيش المغربي اللي هي القوات المسلحة الملكية، اللي هي كتحارب معاك يعني بنظامية وباحترافية. حتى اللي كانوا كيشدوا شي يعني شي أسير اللي هو من المرتزقة البوليزاريو، يعني كيتم التعامل ديالو برفق، كيعطوه ياكل، كيعطوه يشرب، وكيعلنوا القيادة ديالهم اللي كتجي الطيارة كتاخده، يعني بإنسانية عكس عصابة البوليزاريو اللي كانوا المغاربة يعني كيهلكوهم بالمعقول. ولكن في حالة ما إلا شدوا شي واحد في الأسر كانوا كينتقموا منه وكيبردوا فيه، كما كنقولوا كيبردوا فيه غديد المعارك كاملين اللي ما نجحتش فيهم، كيبردوا في داك الانسان المسكين. كان كل نهار الحرب، يعني ماشي نهار عندك الراحه ولا هذا، الحرب على طول الايام. كانت الحرب من طلوع الشمس الى غروب الشمس، يعني في الليل ما كاينش الحرب، حيت بمجرد ما انك كتضرب كيبان الفلاش وكيرجع لك العدو بسلاح اكثر منه. ولكن ان التدارب اللي تدرب البوليساريو اللي تدربوهم انهم على حروب الشوارع وحروب العصابات، دربهم هذا كل الجنرالات اللي جابوا لهم تسير بانهم في الليل من الاحسن عدم استعمال الاسلحه. كانوا دربوهم على كيفيه الذبح، انه كيتسلل البوليساريو يعني من العصابات كيتسلل ويلا لقى شي بلاصه يعني المغاربه فيها ناعسين او العسه ماشي هي هذيك، كيدخلوا كيذبح الجنود المغاربه. هاد العملية تقامت في مرة واحدة، يعني مرة واحدة من بعد يعني انطلق الخبر بين من القيادة بين العساكر المغربية، ولات العساكر تكون على أكمل وجه لدرجة أن البق ما يزهق، ما بقاوش ينجحوا في هاد العملية نهائيا. ويا شي واحد أنه فكر أنه يعني يتوغل وسط المغاربة كان تيتم الأسر ديالو وتقديمه للقيادة العسكرية. كانت كتخرج كتيبة للقتال، يعني ملي كنقولو كتيبة يعني راه واحد العدد كبير، كتيبة عسكرية للقتال في صفوف يعني من القوات المسلحة الملكية. في العشية يعني تيجيو يجمعو الحساب، تقدر ترجع النص في ديك الكتيبة والنص مات، أو هذا يقدر يرجع غير الربع، يقدر في بعض الحالات ما يرجعش كاع. يعني لهاد الدرجة كانت الحرب قوية وكانت صعيبة وكانت يعني العذاب المرير، ولكن مع ذلك كان اللي بقى حي الغد يمشي بقوة وكيمشي أنه يعني يدافع على وطنه أو يموت ويلقى الله شهيد. المهم ما كاينش شي مغربي كيقول لك لا أنا ماشي مشكلة، ويلي صاحبي مات اليوم ما نمشيش أنا غدا، تيقول لك لا هذيك أرضي ما يمكنش نخليها للشميت يديوها، هذيك أرضي ما يمكنش نخليها للعصابة ديال البوليزاريو نديها. هذا هو المغربي الحر، هذا هو المغربي اللي دافع على أرضه بدمه، دافع على أرضه بكل ما أوتي من قوة. لذلك احترموا الشعب المغربي، حيت الشعب المغربي هو اللي منخرط في الجنود. الشعب المغربي هو اللي لأي حاجة يديرها على قبل بلاده. بارك من الضغط على الشعب، راه مسكين مقهور، بارك علينا. هاد الصحراء المغربية اللي ضحاو عليها الجنود المغاربة البواسل بالدماء ديالهم، والتحم الدم بالرمل، يعني الدم أنه بقوة الدماء المغربية الزكية اللي ماتت يعني استشهادا في سبيل الله وفي سبيل الوطن، التحم الرمل بالدم. واش نسمحوا فيها هباء منشورة تاخذ هاد الزير وتاخذ عصابة البوليزاريو؟ يعني لله في سبيل الله لا وألف لا، ما عمرها تكون بمثل الأحداث. ومن مورا هاد الحرب اللي كل نهار كل نهار كل نهار، ولا المغرب كيفكر في شي طريقة اللي تخلصه من هاد البوليزاريو. كانت هاد الخطة هي تشطيب الساحات والدفع بالبوليزاريو إلى الجزائر، يعني من ناحية الجزائر كانوا كل نهار كيخسروا هما أرض وكتدخلها القوات المسلحة لصالحنا وتدفعوا بهم
إلى الجزائر إلى حين خروجهم بالكامل وخسارتهم جميع الأرض. القوات المسلحة الملكية في الوقت اللي كانت كتدفع بهم وكتدير تشطيب الساحات كانت كتبني جدار رملي حول السمارة وبوج دور والعيون، حيت هاد المناطق هما اللي غنية بالفوسفات. استغرق البناء ديالو 7 سنين وكلف الدولة الملايين من الدولارات، يعني حيت الجدار كبير وعامر والمتفجرات. هاد الجدار سهل الحرب على المغرب في حين صعبها البوليزاريو، يعني بمجرد أن البوليزاريو تفكر أنها تحرك بالآليات ديالها، مجرد ما توصل الآليات للجدار الرملي غادي يتم الانفجار ديالها بمن فيها، غتنفجر. في حين المغرب غيبقى يحارب والجدار الرملي يعني يكون هو الدفاع ديالو كيدافع عليه. انت يمكن لك الضرب ولكن هو مجرد الا فكر انه يجي يدخل يتوغل غادي يتم التفجير ديالو بالاليات العسكريه تفجروا، حيت المتفجرات مزروعه في الجدار الرملي. باش تحمي هاد المدن من هجمات البوليزاريو في نفس هاد الجدار الرملي، الطول ديالو 2720 كيلومتر والطول ديالو 4 امتار، يعني ولات لبات تحار معهم كتحار معهم من ورا. تم اتفاقية توقف اطلاق النار بين المغرب والبوليزاريو في سبتمبر 1991 ليكون المغرب كيتحكم في 80% من الاراضي ديالو، اراضي الصحراء المغربية، يعني 80% كيتحكم فيها المغرب و 20% كتحكم فيها الامم المتحدة، وهي اللي كتونس البوليزاريو بها وكتقول لك 20% من الاراضي المحررة. الصحراء المغربية كلها تابعة للمملكة المغربية، غير حيت الأمم المتحدة كتحكم في 20% من الصحراء المغربية كتراقب يعني شكون اللي غيخرق اتفاقية وقف إطلاق النار. أما الصحراء فكلها راجعة إلى حاضنة الوطن وما كيش شي حبة من التراب التابعة للبوليزاريو. هاد الحرب اللي دامت 16 سنة من 1975 إلى 1991 واللي كلفت الدولة ملايين كثيرة في العتاد وفي الأسلحة واللي أدت إلى استشهاد 300,000 جندي مغربي ليختبئوا في المخيمات وسط نباح الكبرانات، اللي خسروا دم جوفهم باش يشوفوا المغرب مقسم ومبشور من صحرائه، و 2400 أسير مغربي، أسير جندي مغرب من الجنود المغاربة لدى جبهة البوليزاريو الإرهابية، واستشهاد 700 طيار من نخبة الطياري المغاربة، يعني من طياري الأشاوس المغاربة تم استشهاد ديالهم في حرب الصحراء المغربية. إذا الجزائر تتظاهر أمام العالم أنها كتنصر الشعوب المقهورة وأنها دائما تتوقف مع الناس المقهورين والناس المسلوبة حقوقهم والناس اللي احتلت لهم المغرب الأراضي ديالهم، في حين أن الحقيقة غير ذلك تماما. الحقيقة أن الجزائر لديها عقدة حقيقية تجاه المغرب. هذه العقدة تشكلت لهم من حرب الرمال، جميع الكابرانات أو جميع الشعب الجزائري تشكلت لهم عقدة تجاه المغرب من حرب الرمال. علاش المغرب يطالب الصحراء الشرقية؟ مهم. علاش المغرب يخوض الحرب ضدنا؟ بزاف. أن الجزائر يعني تكره المغرب كره عظيم، هذوك الناس العقل ديالهم الباطني ديالهم فيه كره المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما نساوش عاوتاني أن الجزائر كتموت على شي حاجة سميتها المحيط الأطلنطي وبغات توصل ليه بأي طريقة من الطرق، يعني هما بغاو يكون ليهم موطئ قدم في المحيط الأطلنطي باش يخنقوا المغرب من بوابته الإفريقية، باش ما يخليوناش ندوزوا لإفريقيا، باش يمتلكوا البحر. ولكن صدقوني هادي يعني كيفاش نقولوا عشم إبليس في الجنة، إلى دخل إبليس للجنة تقدروا تدخلوا نتوما المحيط الأطلنطي. أو نهاية الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تشاركوا في القناة وديروا لي لايك وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم. إن شاء الله غنبقى ندير أحداث تاريخية سواء على المغرب سواء يعني على الأحداث العربية، كنتمنى تدعموني وتحت الشعار عاش المغرب ولا عاش من خانه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. تبقوا على خير.